هل انت متفق مع هذا القول وهذا التصريح؟ هو تكلم على الجانب التحكيم وعلى الجانب اللاعب تاع مولوديه الجزائر. نعم. حقيقه تكلم على الحاكم قال خرج للاعبين وتكلم على اللاعبين قال خرجوا من اللعب التكتيكي ديالنا اللي كنا طالبين منهم هي الكرات السريعه واللعب الاجنحه. كنا تكلمنا جمال قبل الشوط نهايه الشوط الاول قلنا مولوديه الجزائر راهم يلعبوا كرات طويله والكره الطويله مش لصالحهم. حتى المدرب ميوبي صرح في نهايه الشوط الاول وقال بلي اللاعبين خرجوا لي من المباراه. طيب سيد يونس افتيسان، كيف انت قرات الشوط الاول لهذه المباراة خاصة الربع ساعة المثير جدا للقمة وللدربي بين الوداد والاتحاد؟ أنا نظن على حساب رأيي اتحاد العاصمة بدأ بقوة. نعم. خدال مبادرة اللعب. نعم. العكس مولودية الجزائر هو يدير الضغط على حامل الكرة في المنطقة وهذه هي اللي سمحت له فتح باب تسجيل في بداية الشوط الأول. المولودية الجزائر غيرت طريقة اللعب تاعها في المباراة الأخيرة، مع شباب بلكور، شباب الوزداد، دار الضغط على حامل الكرة في الشوط الأول وفي المنطقة. نعم. الاتحاد العاصمة بدا يدير الضغط وشفنا قبل ضربة الجزاء كانوا عنده عدة فرص، كانت نقصت لنا نظن الفعالية وكان نقص التركيز قدام المرمى. سنشاهد كل هذا طبعا، كل اللقطات واللحظات القوية جدا في الربع ساعة الأول من الشوط الأول لهذه. ها هي اللقطة الأولى، فهم بوعزة بالبطاقة الصفراء رغم أن هناك احتكاك بالقدمين للمدافع بالعدوى فهم بوعزة أعتقد أنه. ثم بعد ذلك خوالد يعرقل بطريقة نقول فيها ذكية ولكن هناك احتكاك، يعني مر سامي يشير من الدفاع وحاول المرور ولكن سقط داخل الصندوق داخل منطقة العمليات. أنا نظن على حسب رأيي المخرج ورانا ضربة الجزاء الأولى. نعم. الحكم كومبونساسيون تاع الأولى. الأولى كانت صحيحة، أما الثانية ما كانت صحيحة لمولودية الجزائر. للاتحاد العاصمة. نعم. في نهاية الشوط الأول ضربة الجزاء لمولودية الجزائر. صحيح. اللاعب يشير نقول أنا لعب خوالد حكم لعب يشير على القديمين في داخل المنطقة وعلى حسب رأيي الحكم كان بعيد على اللقطة على هذيك ما قدرش باش يصفر ضربة الجزاء. نشاهد اللقطة التي جاءت بضربة الجزاء والتي سجل على إثرها قاسمي الهدف الوحيد لحد الآن لمصلحة الاتحاد. ها هي قاسمي، المرور بالعيد حاول بيده وكذلك الضغط على جسمي ولكن أعتقد